قال إن مفتي القدس ممتحن على أكثر من اتجاه، ممتحن على هذا المحور، محور الاحتلال، يتعرض لعنف أحيانا وسباب أحيانا وتطاول أحيانا، وأعتقد اعتداءات طالت سيادتك لمرات. وعلى المحور الثاني أن الانقسام الفلسطيني جعل هناك نظرة متباينة لمفتي القدس داخل الفصائل وما إلى ذلك، ففي نوع من عدم الإجماع على آراء سيادتك في بعض المناطق السلطة الفلسطينية. دعنا نتحدث على المحور الأول. سيادتك أنت ممتحن تجاه هذه الجحافل البشرية التي تتمنطق بالدين. والحقيقة يعني بالنسبة للإسرائيليين، يعني نحن ما يلحقنا من الأذى هو ما يلحق أي مواطن فلسطيني. يعني أبناءنا يقتلون بدم بارد، أبناءنا يعتقلون، أبناءنا أحيانا يسحلون. هذه أعمال حقيقة عدوانية. هل منعت من صعود المنبر؟ لا، لم أمنع ولا في يوم من الأيام من صعود المنبر إذا كانت يعني الخطبة مقررة لي، ولا أبدا. طيب، ده يعني إذا هنا الاعتداءات دي لا تشغل بالك. لا لا، مش ممكن تشغل بالنا. نحن لسنا أفضل من أبناء شعبنا الفلسطيني. يعني طفل فلسطيني يتحدى الاحتلال الإسرائيلي، شيخ فلسطيني يتحدى الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا يمكن لمواطن فلسطيني أن يفرط بحقه، لا في القدس ولا في الأقصى ولا في المقدسات ولا بأي موقع كان. وبالتالي هذا موقفنا جميعا، والجميع يتعرض الحقيقة، كل أبناء الشعب الفلسطيني يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل أو بآخر، سواء كانوا علماء أو كانوا شيوخ كبار أو نساء أو أطفال إلى غير ذلك. فهذه القضية يعني يمتحن بها ويبتلى بها كل أبناء الشعب الفلسطيني بدون تفريق. الامتحان الآخر على مستوى الإجماع الفلسطيني على مفتي القدس، هل هناك اختلاف حقيقي؟ هل بتلاحظ اختلاف؟ هل بعض الكتابات أو بعض المقالات أو بعض الخطب بتلاحق فضلتك بما يعني أن هناك أمر ما مفيش إجماع يعني؟ لا، هي ليست القضية هكذا. هو بالنسبة يعني أعذر لي طبعا يعني إذا أن أنا من خارج لا 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 خارج إذا الأرض. أنت كنت تقصد يعني أي فصيل فلسطيني، نحن لا يوجد بيننا وبين أي فصيل فلسطيني خلاف. نحن نحترم كل الفصائل الفلسطينية بالوقت الذي ندعو في كل الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، لإنهاء أي خلاف في الساحة الفلسطينية، والتوجه إلى الوحدة الفلسطينية التي لا يمكن بالتأكيد أن تتحقق حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن بحال أن يدافع الشعب الفلسطيني بكل قوة عن مقدساته وعن قدسه وعن أرضه إلا بهذه الوحدة التي تعزز الصف وتوحد الكلمة وتجعلنا أمام العالم المقدمة الحقيقية لحماية حقوقنا والدفاع عن كرامة الأمة بشكل عام. أنا لا أعتقد هنا يوجد أي خلاف. يعني أقصد أن سيادتك لما بتتوجه بفتوى ما في الأرض الفلسطينية، هل هناك قابلية لها في غزة مثلا عند إسحاق؟ لا موجود. نعم، يعني نحن علاقتك إيه بحماس؟ لا لا، بالتأكيد. وبمشايخ حماس؟ لا، نحن لا نجد من ينازعنا حقيقة في فتاوانا ولا يعترض على هذه الفتاوى. نحن القضية ليست يعني الفتاوى كلها لها وجه سياسي مثلا أو وجه معين. الفتاوى ترتكز على كتاب الله، على سنة رسول الله عليه السلام، على إجماع الأمة، على تراث الأمة الحقيقي في فهم هذه. ربما المصورة. يكون هناك بعض الفصائل لها أفكارها الخاصة ولها مرجعاتها مختلفة. لا لا، ليست القضية قضية أفكار خاصة أو كذا. نحن لا مرجعات مختلفة. نحن لا نجد أي نزاع الحقيقة على ما يصدر من دار الإفتاء الفلسطيني. أعطيك مثال على ذلك. تفضل. نحن لنا دور إفتاء ومراكز إفتاء في غزة، وهي مرتبطة بنا مباشرة، ولنا إخوة أيضا في أعضاء مجلس الإفتاء من غزة. نعم، نحن حينما نعلن عيد الأضحى أو عيد الفطر، وعلى ذات عيد الفطر، تعرف عيد الأضحى تقريبا يعني متفق عليه، ما أحد يخالفنا ويقول ليس اليوم العيد. الكل يلتزم، كل أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية، حتى في إخواننا في عرب فلسطين عام 1948 وإخواننا في غزة وإخواننا في الضفة والقدس على نفس المستوى في مثل هذه القضايا.